نغني على ليلى. طب قضية المعاشات سيادة الوزير، البعض لم يجد رصيد في حساباته هذا الشهر، والبعض الآخر عانى من الازدحام الشديد على ماكينات الصرف. إيه حكاية يعني المعاشات يا فندم؟ لا أنا والله يعني الموضوع ده لازم حضرتك تستضيف اللي هو جمال، لأن أنا فعلا ما عنديش معلومة عنه والله. نعم، لكن بالنسبة للمالية الأمور ماشية كويس؟ لا 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 أبدا، المالية سلمت للمعاشات بثلاث سنين 510.5 مليار جنيه. نعم. ويعني كان السنة اللي فاتت لغاية 30/6 نسلم 180 مليار وفعلا حولنا 180 مليار. طيب سؤالي الأخير سيادة الوزير، إلى أي مدى أنت متفائل رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر؟ لازم نتفائل ولازم نكمل، لأنه التحديات مش هتنتهي في العالم، وكل يوم تحدي، ويعني ده أمر طبيعي، ولازم يعني نصبر ولازم نتعامل مع التحدي دوت، يعني لأنه طبيعة الحال. نعم. ناس كانت عايشة أيام الحرب العالمية الأولى وأيام الحرب العالمية الثانية وأيام الكساد العظيم. نعم. وأيام ده. نعم. وأيام ده، فالحياة هتستمر، لكن مهم قدرتنا احنا على التعامل مع التحدي، وقدرتنا احنا ان نتلاحم، لانه يعني خد بال حياتك من حاجة، انت شايف الدنيا بطريقتك وانا شايف الدنيا بطريقتي. نعم. شايف الدنيا وممكن نكون مختلفين، ومختلفين اختلاف جذري، بس مش معنى ان احنا مختلفين ومختلفين اختلاف جذري ابدا يجي على حساب بلدنا. نعم. هي دي قضية محورية. نعم. يعني لما يجي التحدي لازم يعني نعلي الحفاظ على بلدنا، وعدم يعني ان يحصل لها اي مشاكل يعني تؤدي الى انها او اهلها يتعرضوا لمخاطر. انا ما بقولش كلام نظري ولا انشا. نعم. انا بقول كلام نبص حوالينا، جيراننا من اشقائنا في بلاد يعني صراحه يعني كان مفروض انه يعني الحياه بالنسبه لهم وظروف المعيشه تبقى بالنسبه. نعم. لهم افضل كتيره كويس جدا، لكن لما البلد بتضيع وبتروح مهما كان عندها امكانيات ومهما كان عندها قدرات، الكل بيعاني، والكل بيعاني معاناه شديده. صحيح. جدا، بيفقد الامن، بيفقد الخ